تقول أنها عازمة على إنهاء مشكلة نقص الأجهزة الحديثة والملاكات في المختبرات التابعة لمؤسساتها، خاصة وأن العديد من هذه المختبرات بحسب الوزارة لم تعد قادرة على أداء عملها بصورة صحيحة. لدينا مشاريع طموحة لتطوير المختبرات. حقيقة هذه المشاريع نفذت على أرض الواقع. العام الماضي نفذنا 20% من مشروع تبديل الأجهزة القديمة وتطوير نظام المختبرات بنظام شراء الخدمة وتطوير كوادرنا بالتدريب خارج العراق. هذا العام خصصنا الميزانية لنكمل 80% الأخرى، وزعنا الأجهزة على بغداد والمحافظات والتدريب أيضا على بغداد والمحافظات، على أمل أنه في نهاية 2012 سيكون جميع مختبراتنا متطورة. ولكن الواقع لا يبدو ورديا إلى هذه الدرجة. بحسب خبراء انتقدوا آلية تجهيز المؤسسات الصحية من قبل أشخاص وصفوهم بغير المختصين. احنا كاختصاص دكتوراه في الهندسه الوراثيه متخصصين، يعني انتبهنا على هذه الحاله بعد ما طبعا صارت عندنا تجربه بعثات خارج العراق، دراسنا خارج العراق، فشفنا انه المختبرات اللي خارج القطر متقدمه جدا، الناس الموجودين بهم اصحاب تكنيك اصحاب خبره، فلذلك احنا من رجعنا يعني قررنا انه ننتفض في سبيل ان نطور بلدنا. بصراحه انه الاجهزه اللي موجوده اغلبها ما تشتغل، اغلب الناس اللي يوردوها هم ناس غير متخصصين. وكانت وزارة الصحة قد اتهمت في الأعوام الماضية بالاستيراد العشوائي للأجهزة الطبية المتطورة وعدم تخصيص كوادر كافية للعمل عليها أو تدريبهم بصورة صحيحة، الأمر الذي تسبب بإتلاف أجهزة تقدر أقيامها بآلاف الدولارات. أيسر جبار، السومرية.